Good morning. سلام عليكم. وشو وراك انت؟ رياضه. انت بتسير رياضه؟ نسيت. ايوه. الساعه كم اليوم؟ ها؟ 11. 11 ولا 11 ونص؟ يلا الحين احب هيك حبيبي حينه. حين 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 حين. يلا 11 ونص حبيبي انت موعدك. ان شاء الله حين بيك. ما اتاخرت عليك حبيبي. البارحة هبطيت في السهر. هبطيت لين رقدت. شو تقرا انت؟ صلاح؟ تعرف تقرا انت؟ تعرف تقرا؟ لا. شو عيل هذا؟ ساعة. شكرا صلاح. صبحكم الله. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. شا صبحتوا؟ أقولكم أموري طيبة وكل شيء زين وأحسن عن وكل شيء زين وأحسن عن الزين والأمور طيبة والمياه في مجاريها وكل شيء أخير عن كل وقت خطأ. الأخبار الجديدة إني الله يحفظكم يوم الأحد بغادر إلى جدة. مطار ابو ظبي. ما ادري عاد هل انه صرح لي اخبر ولا بعدني مش علني الموضوع. اتوقع اني بسالهم برد عليهم جواب ان هل انه اخبر عن السيره هذه من وقت ولا يوم غايته. اتوقع يمكن انه يكون اني اقدر اخبر عن السيره وبرد عليكم الاخبار ان شاء الله. وبالنسبه للمعرض مستمر بعد اليوم وبكره للي بيتخبر عن الشؤون البلديه شؤون القوى كل شيء يخطر في البال موجوده منصه بوت موظفين موظفات بكل كادره الوظيفي كل كادر الوظيفي والشباب اللي يشتغلون من شباب وشابات مسخرين لخدمه المراجعين بنك أبو ظبي الأول اللي يبون يتخبرون عن قروضهم اللي يبون يتخبرون عن القوانين عن طلبات الأراضي عن المهم المعرض شامل لام الدنيا كلها لام أبوي مال القروض ولام طلبات الأراضي ولام كل ما يخطر في البال كله تحت سقف واحد وكل هذا ترتيب بنك أبو ظبي الأول في مركز أرض المعارض قاعة دي المدخل دي القاعة رقم 3 و4 والدخول مجان السائر والفئة المستهدفة اللي مقدمين على قروض أو يبون يقدمون على قروض أو ظهرت قروضهم ها كلهم هم المستهدفين والمعرض خاص للناس كلها للي بي حياها الله ما حد يعني انت تعالوا هذا التي الناس كلها لبتي اللي ما له لازم لو بيتفرج لو بيطالع لو بياخذ فكره لو يعني الامور وايده يعني حايه الدنيا ما توجف. الله يسلمكم. مرزوق بن محمد بن سيف بالهادومه القبيسي مطرش البارحه هاي الرمسه وقال لي ابوي يقول لي انك نفخت روسنا عن موضوع البارح انك وايد تميت ترمس. مساء الخير خالد، كيف حالك؟ اقول لك العالم لما تصور سناب تصور شويه تعطي المعلومه وتخلص على ابوك الواحد صبعه يعوره يلا يلحق وين؟ 23 دقيقه ساعه 24 ساعه على ابوك بتكلم شويه في موضوع وعقب بجلب عقب فتره بتكلم في موضوع هبها كوبربره همبه وما ادري شو وجدور وهذا وخبز يا ريال طالع افكر في عمرك والله افكر في عمرك شويه. شفتوا بالله عليكم هذا اخونا وخذه مرزوق وعبد الله يا شو نسوي حي شو اقول له هذا ريال شو ارد عليه شو اجاوبه شو تيباني اجاوبه يعني شو من الجواب عندي يليق بهالريال شو ارد عليه فيه ولا صدق ظنكم صدقه في يا صلاح ما ترياني صلاح لا والله حليت عداسي سيارتهم في طبيلة
ياسين عبد الله. ها السلام عليكم. ها شو هذا؟ ليش؟ ايش قال ماشي مكان؟ وين بتخلون الماكينة في الشمس؟ طلع حط هناك عدال للمكاين مالات مال هريس هناك. هي لا تحلي هني في الشمس. Good morning. عليكم السلام. هذا ابو رمال بحري عيننا. Thank you very much للي طرشوه. Good morning مستر صلاح. How are you? تحريت كسرت؟ وهذا رقعك اللي خبرتكم معنا. يغدي لين يعني بديل اللبناني. اليوم بعد صار بالهدف حليل اليوم أخيار. القرص أرفع وأخيار. حمر يعني تغمس بجام جبن فاصوليا فول يعني اللي هو زين. اليوم الله يحفظكم شو مسوي اليوم الكباب الفناني. ايوه زين اللهم دمنا بحول الزوال في العالم. هذا لوبيا اليوم لوبيا الحمد لله. وشي واحد ودى الكرسي اللي هناك يا تفيزر وراي ايش عندك صح؟ وين وين حبه مشان شو سوي قاعد يلا 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 الحين وين حب العوده جاي فدعت ركبتي صلاح حنمونه حد يحب حنمونه جني جني ادريبك انك جني كلام شو خلي ولي المهم وين صرت شو تريكت اليوم شو كلت شو ما كلت بيت زين على فكرة شكرا للي طرشوها الرمان الفنان الغاوي مال ليبا الأخضر thank you very much شو شال هذا خلي يردها أبوي حقه مهلال حق البحر البحر هي حق البحر خلي تقرع عليه مرسلين مرسلين قول لي بحر. ايه حق البحر هذه خي خلت اثنين انا ابو المشيخة حتى في التاوة كل يوم يجي بيتنا ورد تبارك الرحمن اول البارحة الورد من النعيم وسد وبد وعد ابوي الفازات كلها والبارحة هذا الورد اللي جاي فيه طويسة العود العود المعطر وبعد ابوي مزار مزهريين لكن المرة هاي أبوي طلع جسم طيران الاتحاد بارك الله فيهم دار أبوي الورد في من معاليهن الورد من فوق الطياير تحت أبوي الورد من معاليهن شوف على حله على حله على حله ها صلاح تدري بني بسافر؟ مين؟ بصير يوم الأحد؟ أسبوع لا يوم واحد يوم واحد أبوني ناوي عيد ثلاثة أيام وخنت لأنه استوالي بيستوي عرس أسبوع الجاي عرسين ثلاثة فما ما بروم أسبوع اللي عقبه إن شاء الله بسير الدمام روحي هي بسير الدمام قلت لكم إني بسير الدمام ولا ما قلت بس سوي لي سيرة الدمام إذا الله جعلنا بالحيين إن شاء الله مبوني بس عندي سيرة شغل في جدة يوم اللي لكن سيرة جدة الله يحفظكم بيستوي عندي مناسبتين في أسبوع الجاي فما بروم أنا مستعزم استعزمت عند العرب فما بروم إني يعني أكنسل إني ما بيهم فإن شاء الله أسبوع اللي عقبه بتسوي سيرة الدمام بنسير بوي تاروت وعنج والقطيف وراس تنورة وسيهات ومساهج ما والخبر الخبر يا الخبر بنيكم زين أو ما بخلي بقعة إن شاء الله بسير بقيق والحسا وبسير إن شاء الله لهجر بسير لهجر بسير يكرب عند عمتي موضي وبطالع وين بسير ما بخ حتى الكدادية بسير ما بخلي بقعتن تعد وتذكر هبساعدنا يوم بسير الدمام هالودي بأخويطهم إني بأخويطهم خويط ما بخلي بقع فيك انتي الدمام ما حتى الجبيل بسير بسير وياي صلاح سعودية بس يعني ما يبيسي ما يبيسي خلاص وصلت الفكرة شكرا 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 ما عندي أنا ما بزعلان أنا برايك ما عندي مشكلة
تحت. شوف شوف شو الحين كم بازة؟ واحدة انت وهاي الثالثة من غير اللي هناك بعد في داخل الصالة. هذا كله من العود الباح اللي يل، وهذا كله هي بدال ما تجلس يتم مكان واحد يظهر لنا البشكارات ويعدل لنا ويحط لنا في بازات من هالصغار. ها وهاي بازة كم أكبرها بعد عود، يعني غالي شكله جميل وفنان. على فكرة العود اللي الباح جاي هذا كل حد يطرش ابوي يبون عنوان العنوان ابويها ما بياعي، هذا مسوي خصوصي بني قايل حق امها خدمي وندي بيه حق ام محمد. شكرا جزيلا للم والبنت. شو بلاك زعلان الحين انت؟ لا حصلوه منو الحرامية؟ منو الحرامي؟ حصلوه ما بقى بلا بس مية مية. شو بلا؟ شو بلا؟ طيب ما بقى اغراض مال الحالات؟ اي 45 درهم مال الحالات. مال الحلال؟ ايه مال الحرام هذا. انزين هنا في حالات 15 درهم تبقى 15 لو تبقى ما في الا هي سيدة حالات بس. ايه 45 وايد فلوس. انزين عندك ميزات وايد انت. لا فول بوك ممزوع خلاص بقولك فلوس وبوك فول ولا غراض ولا صراحة؟ لا دبي خدية. يا ربي يا هل دبي يا هل دبي تحطها في كل جملة بتموت على سيرة دبي. توا من الصبح متعلث والله يبي يودي دهن بيت خالي محمد دبي. حبيبي هناك ما يدانون الدهن اصلا ما ياكلون الدهن. بابا يشتري واحد داخل دبي سلام خليه هناك. تبي ناخذ لك بيت في دبي؟ ايه واحد بس صغير بيت السلام عليكم ولد النوبة. مرحبا مرحبا ابو خبيس. شو تقول حق الخالدي؟ الخالدي اسمع انا كان داير اجيب لك الجبنة السودانية الليلة بجيبها لك في ابو ظبي، يعني ما عندك اي مشكلة يا خالدي. ابو محمد ان شاء الله ابشر بالخير يا ابا. اوكي مع السلامة. وبعدين شو لون ساعك انت؟ هذول ساعة عناوية عناوية العين بشيل الزيت وان شاء الله حشيل الدوري. يا سلام. اي هاو ار يو؟ ما شاء الله يبارك تنك فيري تول. هاو بي كيرفول. يو ويل داي اف يو فيل داون. دوارك شي از دوينج لايك ذس او شي كانت بيج يعني مين شي فات. دواركا كم؟ دواركا مساء التزقريته مساء يا ابوك النظاره اللي ملحفه ثلثين الوي النظاره اللي ملحفه ثلثين الوي لمراد. انا اموري طيبه واخباري زينه وظاهر الله يحفظكم. اخذت لي الكوفي مالي ما عندي شغله اليوم وقلت بخطف المرور. عندي شيء غير صغيروري يعني ما حتى ما يستاهل العنوه يعني. وما بلي انا الولديها احمد المعرس الله يحفظه. وهي على غدا هي بيتم معرس. المعرس مفروض ينطلق عليه اسم معرس لين يجي ولد ولا بنيه. من يدور عليه الحول خلاص عاد يخوز عنه لقب المعرس. والله والله اني بصدق اقول لكم هذا المفروض يعني. على كل حال مفروض انه اسم المعرس يتم معرس لين يدور عليه حول. ليش يعني المرور؟ ولدي احمد عنده الله يحفظكم اخذ موتر سياره جديده ويبي يرقمها. عندي عده الاوراق وعندي كل شيء وعندي بطريقه قانونيه يعني توكيل ما توكيل المرات خلصنا الموضوع. تذكرت ان ليسني منتهي فجيت الحين عند هل بالليسن قالوا ابوي لازم اول بادي تسوي فحص العيون بالرغم ان ليسني جديد من 10 سنين ترى خطف انا ابوي ال 10 سنين ومنتهي الحين بيجي من اسبوعين لو 10 ايام بنجدد البيك اب بل حتى البيك اب ما يتجدد مال الارباب ماركم لين لين تبدلون لين يجدد الليسن. المراه عاد انا ابوني اللي واصل الحين المرور يوم جيت قالوا لازم فحص العيون فحصنا العيون قالوا الحمد لله الامور طيبه. جينا الحين عند وين يظهرون الليسن قالوا اونلاين اونلاين. الحين عاد بيروح وياي هذا الشخص الموظف قلت له تشاور اذا وافقوا هني عندكم الاداره بصور اذا ما وافقوا بنصور وياكم طريقه استخراج الليسن اونلاين.
وما طاعت ما باليد حيلة، هي لخدمة مجتمعية جديد أو استخراج رخصة قيادة جديدة المنصة أونلاين. بعد ما فتحنا الملف نروح على تجديد رخصة قيادة، نحط بيانات السكن أساس أن الرخصة الأصلية راح توصلك على البيت، بس مجرد التجديد في التطبيق راح أنت تكون مرخص للقيادة في الشارع. نعم. حطينا بيانات المنزل متابعة، المبلغ المراد لدفعه 335 درهم. نعم. اللي هي رسوم تجديد القيادة. نعم. بتدفع المبلغ عن طريق الكريدت كارد. نعم. راح ندفع لك المبلغ. وصلنا الحين الكود من البنك اللي هو السيكيورتي كود. نعم. حطينا الكود هنا في نظام الابليكيشن، خلال ثانيتين إن شاء الله جدت معك الرخصة. طبعا في تقييم هني سعيد او غير سعيد، عرض رخصة القيادة راح تلقاها مجددة موجودة معنا في التطبيق. ايوه تاريخ الجديد. يا سلام يا سلام، هني انت خلصت المعاملة وتقدر تروح البيت، واللسن ان شاء الله راح يوصلك لين البيت. يعلك تسلم، يعلك تسلم، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. يا مرحبا بك، الله يسلمك. شكرا. الخدمات عندكم غير خدمات الريفية؟ عندنا جميع الخدمات المرورية والشخصية. مثلا مثل على ذلك عندك ملخص مروري لك. تبي تعرف كم مخالفة دفعت من يوم إنشاء رمز المروري؟ نعم. كم عدد السيارات اللي عندك، كم مخالفات المدفوعة والغير مدفوعة، الهستري مالي من وقت ما أنشأ من يوم ما أنشأت الرمز المروري، كل شيء يظهر، هذه كله قدامك موجودة. ما شاء كبسة زر على قولتهم، وكل شيء وانا في البيت اقدر اعرف كل شيء. هذا اعتبر هذا الملف هو موبايل ابلكيشن موجود معاك في التليفون. ايوه، واعرف كل شيء عن سيارتي، كل شيء تفصيل سيارتك كامل من الرمز المروري. من الرمز المروري كيف الواحد يعرف الرمز؟ بمجرد ما تفتح التطبيق بتروح على التطبيق. وين التطبيق الحين؟ التطبيق موجود هنا، تنزله من الابل ستور باسم ابو ظبي بوليس. ايوه هذا هو موجود هنا. هذا اي نعم، وتعرف كل شيء يخص سيارتك. ما تسجل في التطبيق راح تعرف كل ما يخص السياره. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، الله يسلمك. شكرا، شرفتنا. شكرا يا شباب، شكرا، بارك الله فيك، شكرا، الله يحفظك. خلص، بارك الله فيكم، موضوع الليسانية وترقيم سيارة ولدي، وعين من الله خير، وجينا هالشاب الفنان اللي ما حد شرفه. سلام عليك. عليكم السلام. ايش حالك؟ الله يعافيك. الحين انت منو؟ بارك الله فيك. خليفة ولاد محمد بن حاضر المريخي. والله والنعم. انت مستوي في المشرف ولا وين؟ نعم، في المشرف. مولود في المشرف. نعم. ايوه. قوم ابوك وين مولودي؟ بعد في دلمة ظن. لا، مدينة زايد. بدع زايد. مدينة زايد روح. مدينة زايد. اي مدينة زايد داخل بغبي. شو عندك في المرور؟ والله يا يسدد مخالفات. وايد وايد دبغة ولا؟ لا ها. دبيغة. نعم. ما عليك واسع. الله يسر الله. الله. الغداء بارك الله فيكم اليوم عيش قحي ابيض، قحي مبحلق، ومركد مرقد دال، مرقد دال مبدال ماش. هاي على الطريقه، طريقه بلاد قوم دواركا. زين زين، هذا غداهم هم البيت. غداي انا قشيد، قشيد قشيد. زين، الجديد اليوم قصينا ابوي من الشخاخ، وهذا اللب مال الشخاخ اللي قلنا لكم عنه. زين، والايد عن هذا اشار الشخاخ سوته ام محمد. هذا اللب، هذا الابيض سوته لنا اشار، وطعمته من هو يا زليل بس. وهذا غداي انا 90% سلطه، وعشرة بالمية بين القشيد وشويونة تعيش. هذا هو لنا شويونة، شويونة هذا. فشخاخة يتحلو بها شرات الحلة يعني. ها طشونها الحمض مالها شوي وعما تشوفون. هذه عفصون ويا شويونة تعيش. يقولوا بيا حبيب النبي. أما عن اللب هذا، هاي تقرمون. ها ها طعمه لذيذ ومفيد. والحين موسمه صفري، موسمه ويا البياحة. من يجي موسم البياح يجي موسم الشخاخ يتالم. بطيات تبارك الرحمن هالزمان مكوده الأول، بس يجي اللوم الخضر المتعارف عليه الحينه
وش خاخ وترني الحين ابويه لومي لبنان ولومي ما ادري فنزويلا ولومي مليون نمونه ونمونه. لكن اللي اخير شيء لكن منقرض مش موجود حاليا شيء يسمونه موصلي. موصلي موصلي الموصلي تعرفون من متى وقف وانقرض عن من الوجود؟ من يبست شرايع البريمي، من يبست شريعة البريمي. الأول الموصلي ما يوجد إلا في البريمي وفي عمان اللي هي العين، ومن انقطع الموصلي خلاص الناس أبوي ماش. الموصلي قريب من الشخاخ لكن ملمس الخارجي نعيم، ما فيه تطعجات هاي اللي موجودة في الشخاخ. كم ودي بنوني هالبريمي قال بيندبودي، ولين اليوم ما شفنا شيء. مساكم الله بالخير. سبحان الله ما كملنا أقل عن 10 أيام في تقطيع خف الهمبة من أطرافه، شو ما اللي هو التقليم، أنا أسميه التقليم الجائر لأنه أكثر عن شبر. شو ما شاء الله تبتدأ ما شاء الله يغل بالورق الجديد، تبتدأ سبحانك يا رب ويعطي دفع للأغصان حتى اللي فوق تظهر ورق جديد وبسرعة. شيء وايد جميل الحمد لله رب العالمين. ولازم تهوية الأرض على طول. هاي الحين خلصت إنتاجها، الحين ما فيها همبة هذه الشيرة. آخر شيء أمساث مقطعة، هذا كله بيتقطع، هذا مهني كله بيتقطع دور ما دار الهمبة. هاي الاثنين اللي هني هالركنين هاي بينقصر بيتداون بينحط مكانها مبيد فطري، فبتصير ما شاء الله كله بتصير بتنش على فوق، بتصير فوق إذا الله جعلنا من الحين. وهل تشوفونهم من الأطراف كلهن بيتقلمن إن شاء الله. في فايتين هاي الله يحفظكم شوي إنتاجهن ضعيف، إنتاجهن ضعيف، هذه وحدة وهذه وحدة هنتين. هذا الحين شو بنسوي؟ نحن نقطع كامل مثل الهمبة القب. الله أكبر وأعظم. هاي الفيفاي إنتاجها جميل شو ما شاء الله، فلذلك بنخليها. واللي هالنمونة إنتاجها ضعيف الله أكبر وأعظم. ها بنقط بن بن بنسوي لها إعدام يعني، بنجلعها من اليد من تحت. وهذا الفيفاي القب شرات الهمبة القب، مثل ما تستفيد من الهمبة القب تستفيد من الفيفاي القب لأنه ما في حلاوة الحينة. فشو بنسوي؟ نسوي آتشار، آتشار على الطريقة الهندية، طريقة الهندية آتشار هندي، ما بآتشارنا العربي، آتشار هندي. بأريكم الطريقة يستوى على الهمبة على اللومي على كل شيء يستوى. الحين خلاص هذا يلا جلدي 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 أيوة هذا الحين يمعك المشكلة. هاي العودة أملعها كامل كامل. اول 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 شو تبره شو تبره سب كلش يا الله يا المنهتر انت، واحد حبه ما يخليه كله كامل. ايه كله كامل ولا تخليه ولا حب. هذا الحين قب قب عباره شرات الهمبه الغض. ايوه هكا انها كم حبه فوق القطن القطن مره لا تخلي ولا واحد. ايوه يلا ها 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 جلعها جلع الماما هاي هذا هي كامل على تحت هي هي على هناك هذاك طرف. ايوه 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 هي ما فيها شر لكن انتاجها ضعيف فلذلك نحن ما في حايه. ايوه يلا ثاني هذا الحين هذا ان شاء الله ما تلها ادنى تدون. هذا الحين الله يحفظكم عقب شهر 10 في نص شهر 10 ان شاء الله بنزرع في فايل جديد. الحين ارتفاعها تقريبا 3-4 إنج في الجرين هاوس، زرعها لنا واحد صاحب صديق عاد ما بره ونخبر منه وشخصية معروفة بخاف يقول لي ليش خبرت. وزرعهن عندنا في مزرعته في الجرين هاوس جزاها الله خير، عم صورهن غادية حريمات فقارة الله أكبر وعظم. عاد الحين غايته صلاة وهذاك ها
جالس هناك مركوز. صليت صلاح؟ من زمان؟ هذا تبي تغير الموضوع. صلاه وين؟ ان شاء الله. يلا يلا بطه. هذا كله حين صلوا عقب الصلاه اغسلوا زين ما زين. رقم واحد غسال، رقم واحد هو مش خلطه هناك يدوا عليه الهوز ويتفرم على هالكبير. هالكبير لا 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 ما تشل سكن، قطع هالكبير ما فيه قا واحد كبير واحد صغير. جابوا عليه انتم ثلاثتكم، انت وهذا المرسلين مرسلين وهريس. يلا بارك الله فيك. بنخبركم وبنرويكم طريقة مالت الأشار إن شاء الله، الأشار الهندي. صلاح تبنجح، شي بنجح بك؟ وليش جالس هناك الحين ودرني أنا أروح بارد؟ تعال هي عدالي. تعال ما ببند كدي عشان بموت من الحر. شو هذا عصير؟ رمان. شو اسمه؟ رمان. اسمه رمان. رمان رمان. فور هود ذس وين عصير؟ فور يو. لا كيف انت صلاح؟ اي ويل دري. ها واي؟ تيستي سواي؟ ما ادري صراحة واي؟ موف تو دريب ات اتس نايس. واي؟ اتس نايس سار. اي مين اسمع بات ناو جرين تي اند انا يو ار ذا وان ميك ا ميستيك to ask green tea, but I send better first to ask you what you need first. Okay, okay. So okay, make it half-half. This juice, half for me and half for Salah. Inshallah. Yeah. Thank you. Yalla. Nzeen, Salih, علومك. تعال, الدال. دال! ليش عصبي؟ ليش هالعصبي؟ شو ياك؟ بس كده. بس. شو الأخبار؟ تمام. وين صرت؟ وين هي؟ بخلاص إذا شفت شاي. اجع وين صرت بتقول خلا بس بلاك مداي عليهم بناكي. تعال شي بليز بليز تعال بعد شوية بس لا شوية عبارك هي انزين خلا انزين وين صرت وين هي خلا بو شوية اجع بس بعد شو كلت عندكم خلا غدا شو شاي شوية اجع بس ما كلت شوية صح لا 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 منيو أسد ما أعطاك أسد ولا أنت بغيت حلو؟ 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 زين؟ فنان؟ شو هذا؟ زين ليش ما؟ لازم باع لازم هذه باع شو تريد أنت؟ السلام عليكم عليكم السلام ما أدري والله لازم أتصف إنه أخذه وتخبره إذا ما بالبحر ترى دبي وأحمل اثنين ما أدري بتشاور ويا نأخذه انقال بيصير أحيد قال بيصير العين أسبوع هذا انقال بيصير العين ترى بيصير العين وما سار العين إن سار العين تراني سرت دبي إن سار البحر تراني سرت البحر يلا thank you شو تبين أنتي now we have to test why Now, if somebody give you something with a good heart, you have to do it again. What the hell? What the hell? Minu, Minu, white kalam. هذه ولا زين Minu white Minu white kalam. Yeah, yeah. Minu, هذه. Yeah, جوا. زين شو what you said? If somebody give you something with a green heart, you have to appreciate it. Okay, thank you, Dwarka. Bye bye. Okay, I will drink it now. Now you need the result? Now? You need the result now? Yeah. Oh, sorry. Why? Too much sugar? No, no. You put sugar? No. Hey. هذا الرمان الطايف. شكر ريج. فوايد اللي في الدنيا العودة كلها بوي. عصير الرمان مانع للأكسدة والشيخوخة اللي الإنسان اللي عامل الرمان عامل عصير الرمان بصفة يومية كل يوم قلاص على الوقت اللي هو يباه يبشر بعدم التجاعيد بعدم الفلافيس لا مطامي لا همك الله لا عندك لا إليك التغدي رقم واحد ما حد شراتك لكن عادة كل يوم كل يوم كل يوم العصير هذا بزز
ما بهاي الشراخة؟ لا هز اللي تظهر شرا اللي عصارة ليزر وعصارة تفاح هالنمو. صدق قليل أدب السويت أنت صراحة. شو هي بعد؟ شو ياك؟ واضي. ها؟ واضي. شو ياك هالكذا؟ هاي. يلا ما شايف النار بارد. بكرة إن شاء الله إذا الله جعلنا ملحيين ومدلنا بالعمر إن شاء الله بنرويكم طريقة الآشار. هي نفسها اللي للومي لليزر للخضرة المشكلة للدادمة اللي يبقى يسوي لك الطريقة طريقة الآشار الهندي. بكرة بنرويكم إياها على الهواء مباشر وبننزل الفيديو خلاف وبننزله في نفس الوقت على الانستغرام لايف. الانستغرام لايف اللي بفوق وين الانستغرام مالي فوق اليوم حطينا مال المرور وقبله يوم يفتتح الشيخ ذياب الله يحفظه معرض الإسكان وقبله حطينا عدة مقاطع يعني. فكل ما نحصل ستوري شيء جميل وفنان نحطه لكم في الانستغرام لأن في السناب ما تروم تحط الشيء الطويل وايد يعني عندك تحضير الأشار هذا يبقى على الأقل ساعتين ثلاث أو ساعة ونص فبياكل وقت وايد من السناب. فبنعطي في السناب بنعطي مقتطفات والستوري كامل بنحطه في الـ في الجرام مال الانستغرام اللي من فوق في الايقونات الصغار العاديات ما هاد دقيقة لا فوق شيء تروم تحط حتى ساعة ساعتين. إن شاء الله إذا الله تعلم الحيين بنرويكم طريقة كاملة من الألف إلى الياء. لكن لا دميع عاد على هو حد من العرب يبي يسوي همبة قبض حد يبي يسوي يزر حد يبي يسوي خضرة من كل شيء يستوي. ما في شيء مستحيل ما في أبدا اللي تباه يستوي وينحط في الأشار وانت حسب رغبك بغيت يكون فلفله زايد ولا فلفله قاصر. ترى الأشار بي لازم فيه قرصة حرورة عسبية اسمه أشار يعني كيف يعني بيستوي أشار بدون 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 فلفل يستوي مرقة. إضافة جديدة لطيران الاتحاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. إضافة جديدة بافتتاح مدرج فيلانا الدولي في جمهورية المالديف بعد ما نزلت وهبطت طائرة الـ 380 كأول طائرة 380 تدخل جمهورية المالديف. 380 الإيرباص الحجم المهول يعني كان له صدى وايد كبير واستقبال واسع ومفرح بالنسبة لطيران الاتحاد وجمهورية المالديف فلاقى استحسان وقبول من جميع الناس اللي ترغب بالذهاب إلى جمهورية المالديف بكون الطائرة من أكبر أحجام. والحدث هذا الله يحفظكم كانوا يتريون من زمان والحمد لله رب العالمين بعد افتتاح المدرج الجديد بالمطار الجديد مخصوص للطيارة الـ 380
اللي هي من طيران الاتحاد. الله يجعل ان شاء الله الله يجعل ان شاء الله تسيير الخط هذا فيه الرزق والنصيب لكلا البلدين، والراحة والاستقرار والنقل الآمن والبزنس المفيد بين الجهتين، بين دولة الإمارات والناقل الوطني الليلها اللي هو طيران الاتحاد وجمهورية المالديف البلد الصديق. بارك الله فيكم. موجود أبوي، موجود في الجيب، موجود في الجيب، وحين على وشك إني أخلص دقائق إن شاء الله. الجن كان الجنة الجن كان ممزور تقريبا، ما كان ممزور يعني 35% اليوم الانشغال فيه، هو وال 35 الحين ما شيء تام منهم الا 5%، لان اوريدي باقي ساعة وبيسكر الجن. بس انا اوريدي بعد جاي مخر، اموري طيبة وكل شيء زين، بس ما خلصت مني برد البيت.